أعزائي المشاهدين، من أول ما بلشنا نحط على السوشيال ميديا أهمية اليقطين والفحم ماسك للبشرة وقدي مهم لتجدد البشرة، وانهمرت الاتصالات على التليفونات. ألو، أهلا مدام. يا هلا يا هلا، حطيت الماسك؟ برافو. شو؟ ما عم تقدر تشيل الماسك؟ ليش؟ جربت المي مسقعة؟ مع منقيب؟ لبخات مي سخنة؟ كمان منقيب؟ طيب هلأ هلأ بهاللحظة تعي لعندي، هلأ 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 من قيمه، يلا ناطرتك. ايه مدام، ايه مدام، ايه شو عاملة؟ مدام شو عاملة بحالك؟ يا مدام انت قلت لقطين، انا شو خصني؟ يقطين مش هيك بحطوه مع الفحم. وطي 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 وطي. بدي اخبرك شغلي مدام، مش كل شيء بنشوفه على السوشيال ميديا بنطبقه مثل ما هو، يعني انا حطيت لكم البامبكن والفحم صحيح، بس مش تحطيه كله بنفس الوقت كله مثل ما هو على راسك، ما هيك بيستعملوه. الماسك هو مدروس، بيكون مدروس محطوط بنسبه معينه بالفحم، هيدا الفحم قلت لكم من شجره باليابان، بتعمل انتي اوكسيدنت، بتزيل السموم كلها من البشره. إيه؟ أنا فكرت إنه هذا بياخدوه مثل الحبوب، أخذت وحدة زلعتها مع كتبيتين مي. مدام شو بدي أقول لك يا مدام؟ بدي أقول لك إنه البامبكن اليقطين حطيتيها كلها براسك، ما اختلفنا، الفحمة حطيتيها بتمك كمان. إيه مع كتبيتين مي، قلت أنا بركي هيك تبرم بجسمي يعني. هلا بدك تحسي بحماوة. إنه لحقوا جابوها من اليابان. هلا هيدا لونه أسود لأنه محطوط فيه فحم. رح تحسي بحرارة كثير قوية عم تطلع من وجهك، بتحسي في بابلز، بوالين عم بتفقع. هون رح فرجيكم البابلز، هيك يعني عم يتفاعل مع البشرة، وأكيد عم تحس بسخونة ببشرتها. وهلأ لما نشيله كمان رح نحس إنه بشرتها شوي محمرة، هيدا شي طبيعي. لما تقوم تاني يوم حتلاقي بشرتها كثير فيها نضارة، بس مش كل يوم تجي تعملي مدام. نص ساعة بياخد وقت بين تنظيف بشرة وحط، بنحطه من 7 لـ10 دقايق وشوفوا النضارة اللي رح تكون. هيدا مش مثل أي ماسك فحم ويقطين اللي بتشوفوه برا، هيدا كتير مدروس محطوط بشكل إنه يعالج، هو مش ماسك عادي، هو معالج للبشرة، بيقشر البشرة، بيسكر المسام، بيروح التجاعيد، بيعمل تكستشر كتير ناعمة، وشوفوا النضارة اللي رح تكون. وهيك منكون علمناكم كيف ممكن نحط اليقطين مع الفحم بثيرمال ديتوكس بيل، اسمه هيدا الماسك من الفحم واليقطين والأها، لحتى يجدد البشرة، يخلي بشرتكم كتير نضرة بنص ساعة.